بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في يونت 2 تي سي بي اي بي كونسبتس. طيب ان شاء الله هنتكلم في اليونت دي. اليونت دي مهمه جدا، اليونت دي بتحوي كميه معلومات يعني مهمه جدا لاي حد هيبدا في نتورك. يعني ممكن اي حد يشوف السيشن دي معايا، سواء هو كان اي اتش سي اي او ام سي سي اي ام سي اي تي بي سي سي ان اي وهكذا. يعني السيشن دي على مستوى النتورك ملهاش علاقه بفيلد معين، تمام؟ طيب ان شاء الله يعني بالنسبه للكتاب بتاعك بتاع الاي اتش سي او كتب اي بي ام او هكذا، ما بيشرحوش الجزئيه دي بتوسع، بيقعد يديك انت مثلا على ايه هو الاو اس اي لاير وايه هو التي سي بي اي بي سوري كده، ويعني ايه اي بي ادريسنج ويعني ايه سب نيتنج وخلاص، وبيسيبك ما بيقعدكش ان ديتيلز يقعد يشرحها في الجزئيه دي. طب ممكن لو في سي بي تي او حاجه بيقعد هو بقى ايه انستراكتور مع نفسه بيقعد يشرحه كده. حتى لو في لاب حد بيشرح الاي جي سي او هكذا، ما بيركزش جدا على الجزئيه دي، اللي هو يشرح لك بس يعني ايه اي بي ادرس من بعيد، يعني ايه باينري وديسيمال والكلام ده، وما يخشلكش حتى في السب نيتنج. واصلا السب نيتنج فعليا مش عندك في الكتاب، بس احنا هنحاول نشرحه ونضيفه كده وايه ونتكلم فيه شويه، بحيث ان الناس تبقى فاهمه كويس جدا الكونسيبت. انا اهم حاجه عندي ان انت تبقى فاهم الكونسيبت، مش مهم عندي خالص انت تعرف تتعامل بالكوماند. انا طبيعي قاعد اتكلم معاك دلوقتي ولازم اكيد ناسي كوماند كتير جدا من اللي احنا خدناها قبل كده في التراك الادمن 1 او 2، ده طبيعي جدا. وانت اكيد قاعد معايا دلوقتي وكنت بتتابع مثلا اكيد ناسي، مفيش مشكله خالص. وحتى لو انت بقيت سينيور ادمن في الموضوع دوت برضه هتبقى ناسي الكوماند. اهم حاجه الكونسبت ما بيقعش، بس خلاص مش مشكله، ما دام الكونسبت عندك هتعرف تجيب الانفورميشن من اي حته، مش هتفرق من انترنت، من كتاب، من كتاب حد عامله لك، انت عامل دوكيومنتيشن، كل الكلام ده سهل جدا وما فيهوش اي مشكله. طيب الميديولوني ده ان شاء الله احتمال يعني بشكل كبير جدا هيتقسم يا اما 2 يا اما 3 فيديو، عشان هو هيبقى كبير وانا عاوز يعني احط فيه يعني احنا ممكن نخلي الاو اس اي والبلاننج نتورك ده فيديو، والاي بي ادريسنج ده فيديو، والسبنتنج فيديو، او مثلا او اس اي والادريسنج دول سهلين مع بعض، نخلي السبنتنج لوحديه عشان تبقى سيشن منفصله شويه. يعني على كل عموم هنبدا ان شاء الله واحنا شغالين. طيب بسم الله. الاول يعني ايه نتورك؟ انا يمكن في بعض المفاهيم هتكلم عليها من الاول كده، ان ايه نتورك، وفي حاجات كتير ان ديتيلز مش هينفع اتطرق فيها عشان هتاخد وقت، تمام؟ طيب يعني ايه نتورك الاول؟ بيقول لك النتورك مجموعه جهاز او مجموعه من الاجهزه ماشي كونكتد او لينكد ببعضها عشان تشير الانفورميشن، عشان تشير ايه الريسورس او الريسورس ما بينهم وبين بعضهم. الريسورس دي تعني برينتر، سيرفر، انترنت، اي حاجه موجوده عندك على النتورك، او هوست. هوست كلمه هوست معناها اي ديفايس ليه كارت نتورك خلاص وبياخد اي بي، ده اسمه هوست. اي جهاز ليه كارت نتورك وبياخد اي بي ده اسمه ايه؟ هوست، تمام؟ ده معنى كلمه نتورك. طيب مش هخش في التفاصيل شويه بتاعه النتورك وكده وجت منين والكلام ده كله، بس احنا هنتكلم على طول. المفروض انت تبقى فاهم يعني ايه نتورك شويه، وفاهم الهنت على الاقل، يعني تبقى عندك كونسبت شويه من الان بلس يعني بعض الحاجات. والمفروض كمان تبقى فاهم الاو اس اي لاير ده، المفروض ان انا ابعدها عليك، المفروض انت تبقى عارفها اصلا ان شاء الله يعني، تمام؟ طيب عشان ما تحسش بتقصير بس في الفيديو، انا مش هقصر معاك في الكورس او في الفيديو ده ان شاء الله، بس انت يفضل تبقى فاهم شويه هنت عنهم. يعني مثلا ذكر انا مثلا كنت شارح الجزئيه دي في الام سي سي اي وشرحتها في الام سي اي تي بي قبل كده، فانا يفضل ترجع مثلا للفيديوهات دي متسجله تلاقيها على الصفحه عندي موجوده، او تبع اي حد تاني حتى شارح سي سي ان اي، حد شارح نتورك بلس وهكذا، يفضل ترجع تشوف الجزئيه دي تاخد عنها كده باك جراوند وتبدا تتعامل معايا تاني، لان انا مش هبقى بشرح ديتيلز فيهم، انا بس هشرحهم بشكل تفهمهم الكونسبت مش اكتر. طيب انا عندي حاجه اسمها تي سي بي اي بي بروتوكول سيوت. طيب انا عندي هنا الاول حاجه اسمها او اس اي لاير. او اس اي لاير طبقات ماشي، اوبن سيستم انتر كونكشن، ده معناه كده. طب ايه هما الاوبن سيستم انتر كونكشن دول؟ تعالى الاول نجيب الجزء دوت عشان دي اشمل شويه. ايه يعني ايه اوبن سيستم انتركونكشن؟ دي عندي منظمه اسمها الايزو قالت لك انا والله عايزين نحط معيار لعمليه الكوميونيكيشن، يعني بيوصف الكوميونيكيشن، بيديسكرايب الايه الكوميونيكيشن ازاي بيتم ما بين جهاز لجهاز من اند تو اند، ازاي الداتا بتتكون على البي سي بتاعك دوت وبتوصل للسيرفر، وازاي بتتكون من على الموبايل ده توصل للموبايل التاني، ازاي بتتكلم من التليفون الارضي اللي في البيت اللي توصل للموبايل،
او من التليفون الفلاني توصل للكمبيوتر. ازاي عمليه الكوميونيكيشن دي بتتم؟ يعني بنحط لها معايير. طب هتفيدنا في ايه؟ غير ان هي هتفيدك انت كراجل بتاع سيستم، احنا بتوع سيستم كده، ان انت تبقى فاهم تعمل بلاننج للنتورك بتاعتك، ان انت تعرف تعمل لو انت بتمانج الدنيا بتاعتك عندك مشكله، وانت بتفيدك في الترابل شوتينج جدا. لو انت واحد بتاع هاردوير مثلا وبتعمل الديفايس، بتعمل سويتشات سيسكو وراوترات والكلام ده، لازم تبقى ماشي على الستاندر ده، لان الداتا بالظبط يعني هي مشترك ما بين الداتا وما بين السوفت وير وما بين الهاردوير، ما بين الديفايسز وما بين الايه الابلكيشنز بتاعتك. طيب السيف اللي دول لما تيجي تقراهم ما بتقراهمش من فوق لتحت، تقراهم من تحت لفوق. فيزيكال داتا لينك نتورك ترانسبورت سيشن برزنتيشن ابلكيشن، هنتكلم عليهم من فوق لتحت وبعد كده اقول لك ليه بيتقال من تحت لفوق. تمام طيب. ده دول اسمهم الاو اس اي لاير، دول اسمهم الايه التي سي بي اي بي اي بروتوكول سيرفر، بيسموهم بيختصروا لك الابلكيشن في الثلاثه دول، لان دول ليهم علاقه بالابلكيشن. بيختصر لك الترانسبورت، هي بيسميها الترانسبورت. الطبقه الخاصه باسمها نتورك بيسموها لك انترنت. الطبقه الخاصه بالداتا لينك والفيزيكال بيسموهم لك ايه لينك. تمام طيب نرجع لهم تاني. اولا عندي الابلكيشن لاير، هقول لك ازاي تحفظهم عشان اي انترفيو هتروح هتلاقي نفسك بتسال نفس السؤال ده، بتسال فيهم يعني. الابلكيشن لاير جايه من ابلكيشن. طب وظيفتها ايه؟ دي الانترفيس اوف يوزر، يعني انا دلوقتي يوزر قاعد على الماشين دي بكلمك. ها بكلمك مثلا ياهو. ياهو ده عباره عن ايه؟ مثلا ببعت لك ميل، ده عباره عن ايه؟ اس ام تي بي وبوب سي وهكذا. طب انا بكلمك ببنج عليك مثلا بالاسم، فانت بترد عليها بالاي بي، يبقى انا بستخدم دي ان اس، ده اسمه الابلكيشن. طب انا بكلمك اتش تي تي بي، خلاص اهو بكلمك على الويب براوزر يعني اتش تي تي بي. طب انا بدخل عليك اف تي بي، اف تي بي سيرفر وهكذا. طب انا بعمل راوتنج، طب هكذا اس ان ام بي وهكذا، وحاجات كثيره جدا بقى. كل الابلكيشنز اللي احنا ايه عارفينها ليها بروتوكولات خاصه بيها، دول اسمهم الابلكيشن. فاذا انا في اول لاير موجود عندي اللي هي الابلكيشن لاير، بيقول لك الانترفيس اوف يوزر، يعني انا قاعد فتح ابلكيشن، فتح اوتلوك. الاوتلوك ده بيعمل ايه؟ بوب 3 بيستخدم بوب 3 ويستخدم اس ام تي بي. فاذا البروتوكولز البوب 3 والاس ام تي بي وحاجات الميل الخاصه بالاوتلوك دي موجوده فين؟ في الابلكيشن لاير. تمام دي الانترفيس ايه لليوزر، او حتى لو انت شغال شيل او تيرمينال او هكذا، ما هو ده برضه الانترفيس بتاعك. مهما كان بقى تشتغل، ممكن تشتغل تلنت بتريموت بس على حد معين تلنت، وتلنت ده ابلكيشن انت بتستخدمه، يعني هو ده يقطع تحت الايه الابلكيشن لاير. بعد كده عندك البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن لاير بيقول لك بفورماتنج اول داتا تو اكس ام ال لانجويج اند ديتيرماين داتا انكربشن. لو في انكربشن ولا حاجه موجوده على الداتا اللي انت بتبعتها، يعني انت قاعد فوق اهو بتعمل، احنا بنعمل كده حاجه اسمها الانكابسوليشن، بعمل تغطيه. خلاص انت هنا قلت ابعت ميل مثلا اس ام تي بي وبوب 3، خلاص كده اتجهز هنا. طيب هنا بقى لو الميل بتاعك ده معمول له انكربشن، هي اللي مسؤوله ان هي ايه عن موضوع الانكربشن دوت البرزنتيشن لاير، وبتفورمات الداتا كلها الاكس ام ال لانجويج عشان يسهل التعامل معاها بعد كده، لغه الكمبيوتر يعني من اللغه بتاعتك انت لغه الايه البي سي. السيشن لاير السيشن ما بيني وما بينك بتقول لك ايه؟ لو انت سند وريسيف او سورس وديستنيشن، سورس وايه وديستنيشن، هي بتبقى مسؤوله ان هي تبقى مسؤولة عن هل السيشن ما بيني وما بينك دي مفتوحة ولا مقفولة ولا ايه مشكلة، وهل لو بعتها هيحصل كوربشن في الداتا ولا لا، طب ابعت دلوقتي ولا استنى شوية، هل في لوس في الباك اب هيحصل ولا لا. فهي مسؤولة ان السيشن ما بيني وما بينك انا سورس وانت ديستنيشن مثلا او العكس، تبقى ستريم، تبقى ثابتة. تمام تبقى ايه؟ تبقى ثابتة ما بيني وما بينك. لو حصل مشكلة مثلا انت بتكلمني على الياهو وفجأة انا قفلت بقيت اوت، هيبعت لك ايه؟ يقول لك ده مؤمن بقى اوت، صح كده؟ هي دي السيشن. خلاص وبيدي لكل الباكت اللي ماشيه بيديها سيشن اي دي، ليه؟ عشان ما يحصلش كوربشن والداتا تخش في داتا ثانيه، فبيديها ايه حاجه اسمها سيشن اي دي بارقامها كمان. بعد كده بننزل عند الايه الترانسبورت لاير، دي بتبقى مهمه جدا، بيسموها اند تو اند ديليفري اول داتا، دي اللي بتنقل بقى من هنا لهنا، بتنقل من السورس للديستنيشن.
وهي لما الداتا بتوصل للترانسبورت اللي بعد ما جت تيجي على الستيشن وتاخد اي دي للستيشن بتاعتها اللي هي هتمشي فيها، بتاخد حاجه في الترانسبورت اللي اسمها الايه البورت نمبر، تاخد حاجه اسمها الايه البورت نمبر. طب ايه قصه البورت نمبر ده؟ دلوقتي انا مثلا انا هتكلم مثلا على بروتوكول 110 او 25 الاس البوب 3 والاس ام تي بي، خلاص انا هنا الايه انا السورس ماشي، وده هنا الديستنيشن وده السورس هنا اهو. انا عاوز اكلم ده على انهي بورد؟ خلي بالك انا اللي قاعد هنا فوق اهو الابلكيشن، بعت كذا دي الانترفيس، وبعد كده عديت على دي، وبعد كده خدت السيشن اي دي، وبعد كده جيت هنا بيحط لي حاجه اسمها الايه البورت نمبر ماشي، بيضيف لي حاجه اسمها الايه ها البورت نمبر. ايه موضوع البورت نمبر دوت؟ انا بقول دلوقتي انا رايح اكلم الجهاز ده صح كده؟ طيب وانت بتكلم الجهاز ده حضرتك عاوز تكلمه على بورت كام؟ هتكلمه بقى هتكلمه بالميل ولا هتكلمه اتش تي تي بي ولا هتكلمه كام؟ اه مثلا لو انا هكلمه اتش تي تي بي، لو انا هبعت له مسج حاجه معينه ب اتش تي بي، هيبقى البورت نمبر اللي هيتضاف على الباكت بتاعتي كام؟ 80. طب لو انا هكلمه مثلا اس ام تي بي اس ام يبقى 25. طب لو انا هكلمه بوب 3 يبقى 110. لو انا مش عارف اكلمه مثلا اتش تي تي بي اس كيو يبقى 443، وهكذا بقى ايه اكلمه دي ان اس 53 وهكذا. تمام؟ طيب ده البورت بتاع الديستنيشن. يبقى انا بحدد اول حاجه ايه؟ بحدد السورس بورت والديستنيشن بورت. طيب انا حددت الديستنيشن، انا مثلا هكلمه 80، فاقوم يحط هنا كام؟ 80. هكلمه بورت ايه؟ 80 يعني اتش تي تي بي. طيب هو بقى لما يحب يرد عليا يقول لي انا مثلا الداتا وصلت لي او الداتا دي غلط، هيرد عليا على انهي بورت؟ هيرد عليا على انهي ايه؟ بورت. طب يعني هحط كام يعني؟ هحط هيبقى برضه 25 مثلا 80؟ يعني انا بكلمه 80 فهو برضه هيرد عليا 80 ولا هتبقى ايه؟ عارف ده معناه ايه؟ لو انا حطيت هنا 80 يعني السورس بورت اللي انا طالع بيه 80 بس، ده معناها ان انا مش هينفع افتح جواستيشن واحده بس على اتش تي تي بي. مش واضحه صح؟ طيب تاني انا بكلم الديستنيشن ده بكلمه بورت نمبر 80 خلاص. لو انا السورس بورت بتاعي هو كمان 80، يبقى اذا انا مش هينفع افتح جوال سيشن واحده، لان انا لو في عندي يوزر تاني انا بكلمه هو كمان ديستنيشن اهو، وانا بكلمه هو كمان 80. لما ده يحب يرد عليا هيرد على 80. طب اي 80 فيهم ده ولا ده؟ انت فاهم؟ مع ان هو ماشين واحده، فبالتالي مش هينفع. طب ايه اللي بيحصل؟ الماشين باي ديفولت البروسيسور بيقوم مديك من فوق 1025 لوجيكال بورت، يعني تقعد تراندم انت من فوق 1025 تقعد تاخد ايه 1026. طيب انا فتحت صفحه انترنت كمان ها 1027، عشان كده انا ممكن افتح مثلا لما اجي افتح ياهو انا ممكن افتح اكتر من صفحه ياهو صح؟ اما فتحت صفحه ياهو وقال لك لا مش هينفع تفتح واحده ثانيه، ما بتحصلش. ليه؟ لان انت بتاخد بتخش بتاكسس عليه باكتر من بورد. لكن لو انت رايح له بنفس البورد على نفس الصفحه هيقول لك في كونفليكت مش هينفع يدخلك. تمام كده؟ فهو ايه 1026. طب انا بكلمه كمان ببورد 80 بس على الخط الثاني عنده هوست عنده ثاني مثلا بيقول لك 1027 وهكذا بقى. طب انا فاتح الصفحه الثانيه بخش مثلا على جوجل 1028 وهكذا. تمام؟ طيب عندي بعد كده جزئيه بروتوكولز موجوده عندي في الترانسبورت لير دول، لو اتفقنا ان هي بتعمل ايه اند تو اند او بتسند الداتا كلها. عندي بروتوكول اسمه اليو دي بي، وعندي بروتوكول اسمه تي سي بي. تعالى كده نروح لاخر براحتنا. عندي اليو دي بي وعندي تي سي بي. يوزر داتاجرام بروتوكول ترانسميشن كنترول بروتوكول. ايه الفرق ما بينهم؟ فرق مهم جدا. اليو دي بي بيسموه داتا فلو، يعني لو افترضنا ان انا عندي ادي ده السورس بتاعي
وادي ده الديستنيشن. عندي باكت، الباكت دي اسمها اكس، دي الداتا بتاعتي اسمها اكس. اكس دي سي مساحتها 100 ميجا. هل هو بينقلهم في التيبل، بينقل 100 ميجا كلهم ولا بيقسمهم؟ بيقسمهم لحاجه اسمها الايه، بيعمل حاجه اسمها ويندوينج. الاول ويندوينج الكلام ده بتاع سيسكو، بيعمل حاجه اسمها ويندوينج، بيقول والله ال 100 ميجا دول بيزد اون البوت ريت بتاعت السرعه بتاعت نقل النتورك هيتقسموا مثلا ل 50 ويندوينج. هيتقسموا لايه؟ ل 50 ويندوينج، يعني هيتنقلوا على 50 مره، وكل مره بيعملها حاجه اسمها السيكونس وحاجه اسمها الايه؟ الاكنولجمنت. طب ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. احنا اتفقنا نتفق كده ان ال 100 ميجا الملف اللي اسمه اكس دوت هيتقسم ل 50، يعني هيتنقل على 50 باكت، يعني هيتقسم يتقطع ويتنقل على 50 مره. انا ببعت لده الاول بقول له ايه؟ خد ويندوينج واحد خلاص، واديني ها ابعت لي انت بقى، يعني خد ويندوينج 1 خلاص، او بيسميها اقول له خد سيكونس 1 يعني خلاص. السيكونس اللي هو الجزء اللي اتنقل الاولاني، يعني بقول لك بيقسمها المصطلح ويندوينج، هو بيبعت له بيقول له ايه، خد سيكونس 1 ابعت لي اكنولج ها 1 خلاص. ده المصطلح ده مهم جدا. انا بقول له ايه، خد اول سيكونس عندك الاول، بقول له ايه، بنتفق بنقول له والله الويندوينج بتاعنا ماشي مساحته مثلا 100 ميجا ماشي، هيبعته على 50 سيكونس. يبقى الويندوينج بتاعي 100 ميجا، ملف اسمه اكس، هيبعت على ايه؟ على 50 مره. يبقى احنا اتفقنا خلاص ان في 50. خد بقى اول سيكونس منهم، ولما تاخد السيكونس ابعتني اكنولج 1 على سيكونس 1 خلاص. طيب ماشي، يقوم هو بقى الديستنيشن ده يقعد يقول له ايه، يقول له طب تمام، احنا اتفقنا ان هم 50 صح كده. طيب اتفضل حضرتك الاك نولج 1 بتاعتك اللي انت طلبتها مني خلاص، ابعت لي بقى سيكونس ايه 2 تمام. المصطلح ده بعيد عن اليو دي بي والتي سي بي، لسه ما جيناهمش، بس ده مصطلح في الكوميونيكيشن بيتم الاول مبدئيا يعني خلاص. طيب هو بعت له دي خلاص، يقوم هو يقول له ايه بقى، ابعت لي بقى خد سيكونس 2 اللي انت طلبتها مني ماشي، وبعت لي عليها اكنولج 2. يقوم هو يقعد ايه يقول له اكنولج 2 خدها ايه، ابعت لي سيكونس 3 وهكذا. دي اسمها 3 واي هاندل تشيك، انا بسلم عليك. طب نفترض ان في مثلا، تعالى كده نرد اخر واحده دي مثلا، المفروض ان انا هرد عليها اقول له ايه، نفترض ان السيكونس 2 دي ما وصلتش كامله، حصل فيها لوس، ده في مصطلح الثري واي هاند تشيك. هنعرف دلوقتي مين فيهم اللي بيشتغل بيه وهنعرف ليه. نفترض ان دي سيكونس 2 حصل فيها مشكله، ده لما يجي يستلمها الديستنيشن يقول له ايه، هو ما استلمها غلط، ما مش كامله السيكونس مربوطه غلط. يقوم قايل له ايه، يقول له سيكونس، يقول له اك 1 تاني خلاص سيكونس 2، يعني من فضلك ابعت لي سيكونس 2 تاني وخد اك 1 بتاعتك، بيعيد له نفس المسج دي خلاص. دي اسمها ايه؟ 3 واي هاند تشيك. اللي بيستخدم ال 3 واي هاند تشيك دي ها التي سي بي تمام. طيب اليو دي بي بيعمل ايه بقى؟ ده سورس وده ديستنيشن. يو دي بي بيعمل داتا فلو، بيعمل اول ويندوينج، يتفق مثلا ان الويندوينج دول هيبقوا 50 سيكونس مثلا هيبعته، يقوم عامل ايه؟ سيكونس 1 خد، مش منتظر منك اكنولج، سيكونس 2 سيكونس 3 سيكونس 4 وهكذا، مش منتظر منه اكنولج. طب ده مثلا ده يحس ان في مثلا سيكونس 3 واقع لوس، ها ما يقدرش يبعت له، هو مش هيرد عليه. طب امتى هستخدم ده بقى وامتى هستخدم ده؟ ده بقى السؤال المهم.
UDP والTCP. TCP بيستخدم الثري واي اند تشيك، ولو في حاجه حصل لها لص بيبدا ان هو يساله تاني يقول له ابعث لي لو سمحت، ولو تاني بعث له غلط يقول له لا مش هستلمها، مش هاخد اللي بعديك، مش هبعث لك اللي بعدي، لازم تسلمني الداتا بتاعتي ايه ها كامله. التي سي بي ده بيستخدم في الحاجات الانتليجنت، الحاجات المهمه، لما تيجي تنقل حاجات مهمه جدا تبدا تستخدم معاها تي سي بي. ليه؟ انت خايف الحاجات دي يحصل لها لص، تمام، بتستخدم معاها ايه؟ تي سي بي. انما يو دي بي لو انت عندك حاجه مش مهمه جدا ان هي لازم توصل بالظبط تستخدم فيها يو دي بي، وفي نفس الوقت عاوز توصلها بسرعه. اليو دي بي ليه؟ لان هو ما بيعملش اكنولجمنت، عشان كده هيبقى سريع. طب اليو دي بي ده اديني مثال كده بنقل بيه زي ايه؟ هقول لك مثلا انت بتتكلمني في التليفون في مره، مش ممكن الصوت يقطع واقول انا كلمه اقول لك ازيك يا احمد مثلا، فازيك يا احمد دي احمد دي ما بانتش، فتفتكر الكلمه احمد دي بتقعد ترجع تاني تعمل لها اكنولجمنت وسيكونس تقوم مبعوثه تاني عشان توصل لك كلمه احمد؟ مش هنخلص. شوف في كام كلمه في التليفون بتقطع وما بتوصلش كويس. خلاص، لو انا ببعتها بالتي سي بي كلمه احمد دي لو ما وصلتش كويس التليفون بتاعك هيبعت يقول له لا لو سمحت ابعت لي تاني كلمه احمد دي عشان ما وصلتش كويس. هتقعد بقى كده ايه ساعه بقى لغايه لما تقعد احمد احمد احمد، واخد بالك؟ فاليو دي بي ده ممكن تنقل بيه الصوت، تنقل بيه الفيديو، يوتيوب، الستريمينج، الميديا ستريمينج والكلام ده كله. ده بالنسبه لايه؟ لليو دي بي. انما تي سي بي مش هينفع انقل بيه صوت والكلام ده، لان ايه لو عملت كده هتبقى ديلي رهيب يعني. تمام، ده الفرق ما بين التي سي بي واليو دي بي. طيب سؤال مهم جدا تساله في الانترفيوهات الشديده بقى، الدي ان اس بيستخدم ده ولا بيستخدم ده؟ السؤال ده مش للناس اللي مش فاهمه نتورك، يعني الناس اللي فاهمه نتورك اوعى تبقى فاهمان. الدي ان اس ده اللي هو الدومين نيم سيستم اللي هو بيرزولف من نيم لاي بي. الدي ان اس قلنا ان هو اديله نيم يديني اي بي. الدي ان اس بيستخدم الاثنين، بيستخدم لما يجي يرد على البي سي العادي، لما كلاينت يجي يكلمه بيرد عليه بالايه؟ باليو دي بي. انما لو في دي ان اس سيرفر بيكلم دي ان اس سيرفر عنده بيعملوا حاجه اسمها داتا ترانسفير، يعني الداتا اللي هنا بتتنقل هنا بتبقى مهمه جدا، فبالتالي الداتا دي ما يحصلهاش لوس، مستحيل، اوعى. فيقوم ناقل هو بايه؟ يكلم الاثنين زون دول ما بينهم وبين بعض، ما بين الدي ان اس سيرفر يكلموا بعض بايه؟ بالتي سي بي، عشان الداتا دي مهمه. لكن ممكن الكلاينت يسال الدي ان اس على حاجه فالدي ان اس ممكن ما يرد عليه والباكت ما تبقاش كامله، مش مشكله، هتلاقي تهيج شويه بس هيجي يشتغل تاني كويس. لكن دي ان اس سيرفر يوقع مع دي ان اس سيرفر ده لا، صعبه جدا يعني. تمام، طيب ده باختصار كده، ممكن برضه ترجعوا للجزئيات وتقروها تاني. طيب عندي بعد كده النتورك لاير. النتورك لاير دي بيقول لك راوت داتا اند سيلكت ها ذا شورت باس. دلوقتي انا حددت مين هو السورس بورت ومين هو الديستنيشن بورت، خلاص، وحددت انا اكلمه يو دي بي ولا تي سي بي، خلاص. طيب عاوز احدد بقى مين هو السورس اي بي ادرس ومين هو الديستنيشن اي بي ادرس، عشان اكلم الراجل ده، صح؟ طب انا هكلمه على انهي اي بي؟ مش انت لما تيجي تكلم مثلا ياهو انت تكتب في المتصفح www.yahoo.com، انت مش بتخش على كلمه ياهو، انت بتخش على الاي بي ادرس بتاع ياهو. طب ده انا رقمي بكتبتها اي بي، ما انت في الدي ان اس اللي اتكلمنا عليه من شويه هو ده اللي بيريزولف، بتكتب له الاسم يقوم هو يريزولف الايه؟ الاي بي ادرس. طيب يبقى انا اذا لازم احط عندي الايه؟ الاي بي ادرس في حاجه اسمها الباكت، بيضيف حاجه اسمها الباكت، هيضيف السورس اي بي ويضيف الديستنيشن اي بي. طب مين هو الديستنيشن اي بي؟ مثلا ده واخد 10.0.0.1 وده مثلا واخد 10، او مثلا ده واخد 192 168 دوت 1 دوت 1 مثلا، تمام. هيقوم حاطط ايه؟ الديستنيشن انا ببعت اهو، انا لو السند اهو السور ماشي، هحط عندي الديستنيشن اي بي بتاع ده واحط معاه السورس اي بي بتاعي ده، عشان هو لما يجي يرد عليا لو بنتكلم تي سي بي هيحتاج ان هو يديني اكنولجمنت، فلازم يبقى عارفني مثلا، او لو هو حب يعمل لي ريبلاي فيبقى عارفني مين هو، خلاص، واحط السورس اي بي مين؟ انا، خلاص. طب ممكن الناس اللي فاهمه راوتنج شويه تقول لي استحاله يا باشمهندس ان الناس دي ان الاي بي ده يشوف الاي بي ده، ليه؟ عشان ده في نتورك وده في نتورك.
النتورك اللاير دي بتبقى مهمه جدا، لان بيبقى فيها بيقولوا كده بيبقى فيها راوتر، بيبقى فيها الايه الراوتر. الراوتر دوت بيعمل عمليه الراوتنج. انا يهمني دلوقتي لغايه لما نيجي لموضوع الراوتنج تبقى فاهم ان دي مسؤوله ان هي بتحط الاي بي هيدر، بتحط حاجه اسمها الايه الاي بي هيدر، دي بتحط فوق حاجه اسمها التي سي بي هيدر. خلاص دي بتحط الايه الاي بي هيدر اللي هو السورس بوت والديستنيشن، السورس اي بي والديستنيشن اي بي. تمام، لو في راوتر بقى دي قصه ثانيه، بس الراوتر بيشتغل هنا. تمام، بعد كده عندي الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير اللاير دي بتبقى مسؤوله عن السويتش، بتبقى مسؤوله عن ايه؟ عن السويتش. يعني ايه؟ بيقول لك اول حاجه بتعملها هي فيها تو سب لاير، يعني فيها اتنين ايه لاير، في حاجه اسمها الماك لاير وفي حاجه الماك ادرس وفي حاجه اسمها الايه لاير تانية موجوده فيها. يعني ما علينا مش هنتكلم فيها دلوقتي. اول لاير فيها، اول حاجه بتعملها بتتشيك اللاير دي بيبقى فيها السويتش عموما، السويتش بتاعنا العادي اللي هو الان مانج، حتى بيبقى فيه ميموري فيه اسمه حاجه اسمها ماك ادرس تيبل. الماك ادرس تيبل ده عباره عن ايه؟ الماك ادرس قدامه البورت بتاع السويتش، الفتحه بتاع السويتش. فبيقول لو انا عندي جهاز مثلا بي سي 1 وعندي بي سي 2 وعندي بي سي 3 وعندي سويتش، السويتش ده مثلا فيه ثلاث فتحات، ده الفتحه البورت رقم 1 وده الفتحه البورت رقم 2 وده 3. نفترض ان الجهاز رقم 3 ده متوصل على البورت رقم 1 وجهاز 2 ده متوصل على 2 و1 ده مثلا كده يعني معكوسه مثلا. فهو بيقوم مسجل عنده، يقول والله اللي متسجل اللي عندي في بورت 1 الماك ادرس بتاع الجهاز الفلاني، بتاع جهاز 2 مثلا، حط الماك ادرس بتاعه اللي هو الهكسا، والله في البورت رقم 2 عندي كذا. فلما انت تيجي تبعت بقى الجهاز ده، عاوز يبعت للجهاز ده، يقوم قايل ايه بعد ما يضيف الاي بي ويضيف البورت نمبر ويو دي بي ولا تي سي بي، يقول له ايه بقى؟ السورس يضيف عنده حاجه اسمها الماك هيدر، الماك ادرس هيدر، يقوم يضيف ايه؟ حاجه اسمها فريم هنا، يضيف ايه؟ السورس ماك ادرس بتاع السندر دوت ماشي، وبتاع الديستنيشن يضيف الماك ادرس بتاعه عنده. ليه؟ عشان لما يجي يعدي على السويتش ها يقوم عامل ايه؟ ما يقعدش يسال كل البورتات، يقوم مدخله على طول البورت بتاعه، يقول له انت عاوز الماك ادرس الفلاني؟ اه ده الماك ادرس الفلاني ده هتلاقيه بيساوي من متركب على البورت الفلاني، يقوم موصله على طول للجهاز. خلاص؟ الحاجة التانية اللي بتعملها الداتا لينك لاير بتتشيك لو في مشكلة ايرور ديتكشن وايرور كوركشن ما بين الكونكشن ما بين الكلاينت ما بين السورس وما بين الديستنيشن. لو في مشكلة نتورك يعني في مشكلة فيزيكال ها بيتشيك عليها، في مشكلة في الكابل، في مشكلة في الوايرلس، في مشكلة مش عارف في الميديا عموما بقى. وبيتعامل مع الطبقة الأخيرة اللي هي الفيزيكال لاير عشان يحولوا الداتا اللي اتحولت دي كلها من حاجة من فريم. الداتا هنا بيبقى شكلها فريم، بيحولها من فريم لباينري سيستم، للباينري اللي هو 0 وال1 ماشي، 0 وال ايه وال1. خلاص الفيزيكال لاير دي بتتشيك الميديا سواء بقى وايرلس سواء فايبر سواء يو تي بي اس تي بي وهكذا، اي ميديا موجوده عندي. خلاص وبعد كده بيقوم عامل ايه؟ يترانسفير الداتا از ايه؟ از باينري فورمات بالباينري سيستم. توصل لمين؟ كل دي اسمها انكابسوليشن. خدت بالك احنا عاملين نضيف معلومات على الباكت، الداتا اللي جت من فوق من اليوزر عاملين نضيف عليها حاجات انكربشن مش عارف ايه، وحطينا لها سيشن اي دي وحطينا لها يو دي بي ولا تي سي بي وحطينا لها التي سي بي بورت وكده. خلاص وبعد كده حولناها لحاجه اسمها باكت، الباكت دي حطينا فيها السورس اي بي والديستنيشن اي بي، وبعد كده حولناها على داتا لينك لاير اديناها الماك ادرس، السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس، وحولناها في الاخر لباينري فورمات وبعتناها في الكيبل بقى في الميديا. طب هي هتوصل هناك فين بقى؟ ها هتوصل عند الديستنيشن عند الفيزيكال لاير يستقبلها. خلاص وبالتعامل مع دي ودي داتا لينك يفكوا الايه؟ الباينري، يحولوها ل XML language تاني ويتشيك هل هو فعليا يعني يديله اكنولج، يقول له ايه انت في الباكج دي جايه لي مثلا من مكنه الماك ادرس بتاعها كذا، خلاص تمام عديها، فك الانكابسوليشن دي كابسوليشن بقى ها جايه لي من الاي بي فلاني ماشي، دي كابسوليت جايه لي على البورت نمبر الفلاني، يقول له ماشي
السيشن اي دي صح، يبقى احنا متفقين مع بعض. طب ها في انكربشن، طب ايه هو الانكربشن؟ طب فكينا الانكربشن، ابعتها لليوزر على البورت الفلاني على نفس الاي بي على نفس الكلام ده، هو توصل لنفس اليوزر بالظبط. موضوع صعب وانا بكلم بسرعه، معلش يعني حاول تتجمع معايا، وان شاء الله في فيديو، في فيديو انا شرحه قبل كده لو حد طلبه هديهوله. طيب عشان ما نطولش في الجزئيه دي قوي، لو انا عاوز احفظ الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن والترانسبورت والنتورك والداتا لينك والفيزيكال، احفظهم ازاي؟ في طريقه كده بيقول لك ايه، all people seem to need data processing، كل الناس بتبقى عاوزه ها داتا بروسيسنج، ده طبيعي صح؟ all people seem to need data processing، احفظها كده، all application people presentation seem session to transport need network data data link processing physical البي، احفظ الكلمه دي تقوم انت حافظها على طول. تمام. طيب planning network يعني الجزئيه بتاع الاو اس اي ده، انا عاوزكم تبقوا انتوا ايه يعني، ممكن نغص بعضه على الجزئيه دي. زي ما قلنا transport فيها تي سي بي واليو دي بي، عندي هنا النتورك ريا فيها عندي حاجه اسمها الاب بروتوكول. الاب بروتوكول ده اللي هو بيبقى لو انا كلمت عملت كونكشن مع اي ماشين بيكيش لي عندي الماك ادرس بتاعها. وعندي بروتوكولات الراوتنج بقى الريب والاي جي ام بي والاي سي ام بي والكلام ده كله، وعندي الاي بي ادرس طبعا. طيب عندي بعد كده الداتا لينك لير، ده زي ما اتكلمنا عليها. الفيزيكال لير ممكن يبقى ايثرنت توكن رينج فريم ريلي اي تي ام وهكذا. تمام كده. طيب بلاننج نتورك، في حاجه كده بسيطه جدا اسمها سيلكتنج داتا لينك لاير، يعني عشان بس انا عاوز اديك كونسبت شويه تفهم. بيقول لك ايه داتا لينك لاير دي، اتفقنا ان هي خاصه بالكور يعني خاصه بالسويتش وكده بالفيزيكال، يعني هي الداتا لينك والفيزيكال الاثنين دول واحد، لو شفناهم في تي سي بي اي بي مسمينهم حاجه واحده. بيقول لك او انت بتختار الديفايس كونكتيفيتي وبتختار الميديا. بالنسبه للديفايس كونكتيفيتي هتختار مين هو الاوتر اللي متوصل هنا، البريدج ولا سويتش ولا هاب ولا سان ستورج ولا ايه بالظبط. يعني الديفايس بيتوصل على نتورك وليه ماك ادرس، بيقطع لايه؟ ان هو فيزيكال او ليه ماك ادرس، فاذا هو تحت الداتا لينك لاير او الفيزيكال ايه لاير. ماشي. عندي الميديا، الميديا اما استخدم مثلا يو تي بي الاس تي بي الفايبر اوبتيك مثلا، ولا استخدم وايرلس ولا واير ماكس ولا استخدم ايه بالظبط. دول بيشتغلوا فولتج، وده بيشتغل بالضوء، وده بيشتغل بالراديو ايه سيجنال. ده اسمه سيلكتنج داتا لينك لاير، ان انا هشوف في الداتا لينك دي انا هحط ايه. ده الكلام اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه، ان اللاير دي بتشتغل في النتورك على مستوى الفيزيكال. خلاص. طيب عندي بقى ايه سيلكتنج ترانسبورت اند نتورك لاير. انا عندي اصلا في الترانسبورت والنتورك احنا بنسمع عن حاجه اسمها تي سي بي اي بي، ممكن استخدم اليو دي بي اي بي بدل تي سي بي، بس هو شائع كاسم يعني تي سي بي. ده الستاندر عموما على مستوى اغلب الاوبريتنج سيستم فور نتورك او اس كولد مايكروسوفت اند اذر ويندوز. في ويندوز كتير جدا بيستخدموا الايه التي سي بي اي بي. في عندي حاجه اسمها الاي بي اس اس بي اكس. الاي بي اس دوت ده اللي هو بتاع ترانسفير، اس بي اكس ده زي الاي بي كده يعني، ده بيسبورت بيفهم تي سي بي اي بي عادي خالص. خلاص ده تبع النوفيل، ده ايه تبع النوفيل، وكل ده بيتعامل تبع الايه يعني. احنا بس بندرس تي سي بي اي بي عشان ده الستاندر، بس في حاجات ثانيه غير تي سي بي اي بي. يعني لو انت شغال بنوفيل هتلاقي انت مش بتشتغل تي سي بي اي بي، بتشتغل اي بي اكس اس بي اكس. في مثلا عندك الابل توك، ابل توك ده نظام خاص بايه بابل ماكنتوش. خلاص. في نت بايوس بقى ده قديم جدا من ايام الانتي 4 والوينز سيرفر والكلام ده. خلاص. بيستخدم طبعا البودكاست سيء جدا وكان بيعمل مشاكل، بس لما يعني اجي اقول لك تي سي بي ترانسبورت لير هاجي اعمل لها سيلكشن، يعني انا هختار انهي نوعيه من البروتوكولز اللي هستخدمها اللي هي تعمل لي عمليه الكوميونيكيشن، استخدم تي سي بي اي بي اكس ولا ابل توك ولا نت بايوس ولا اعمل ايه بالظبط. طيب ممكن نخش في موضوع الادرسنج كمان عشان افضل لنا السب نيتنج. الاي بي ادرس عندنا منه نوعين، انا هدي هنت عنه بس مش هشرحه دلوقتي عشان هو ده انا حاطط معاه اي بي فيرجن 6، فبالتالي هيبقى فيه شغل شويه، بس هناخد هنت كده عشان تبدا انت تذاكر وتحضر للسيشن اللي بعدين ان شاء الله.
تمام. الاي بي عندي منه تو فيرجن، في عندي حاجه اسمها اي بي فيرجن 4 وعندي حاجه اسمها اي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 4 دوت ده اي بي رينج متقسم لخمسه كلاس، ثلاثه منهم اللي احنا بنستخدمهم كلاس A وكلاس B وكلاس C وكلاس D. مش هتكلم في التفاصيل بس انا بديك ايه معلومه تبقى فاهمها عشان لو انت مش عارف ايه الكلام ده تبدا تسيرش عنه على النت وتفهم شويه. في عندي حاجه ثانيه اسمها الاي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 دوت ده لسه فيرجن نازل جديد، ده يمكن في اليابان يشتغلوا بيه وفي بعض الاماكن يشتغل بيه. الاي بي فيرجن 6 ده رهيب جدا لدرجه ان انت كنت في اي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 4 يقدر يديك 4 مليار ونص تقريبا عدد من الاي بيز فري، يعني تدي اي بيات لحوالي 4 مليار ديفايس. دلوقتي انت اصبح بقى عندك الثلاجه ممكن تاخد اي بي، عندك الموبايل ممكن ياخد اي بي، عندك كل حاجه بتاخد اي بي خلاص. فاصبح بقى انت 4 مليار ايه، العالم كله بقى 7 مليار دلوقتي شخص، 7 مليار نسمه. شوف بقى كم واحد بيستخدم كوميونيكيشن، واللي عنده يعني انت مش هتتكلم في الفرد، انا ممكن ابقى انا لوحدي كده بس عندي في البيت 10 عندي سايبر في البيت، فكل واحد بده ياخد اي بي، فبالتالي كل ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي مشكله خلاص؟ ان الاي بي خلاص بقى كلوزد اتقفل، وبعدين بقى متقسم. اي بي فيرجن 6 ده بقى فليكسبل اكتر بكتير، بقى بيسبورت لك مش عارف كام مليار كده، اللي هو بيقول لك لكل شخص كل زاره فيها هياخده مش عارف كام اي بي، يعني اللي هو عدد رهيب جدا. يعني اقدر اقول لك الناس بتاعت الباينري والكلام ده، الاي بي فيرجن 4 32 بت، الاي بي فيرجن 6 128 بت. انا هتكلم في الكلام ده ان شاء الله ان ديتيلز، يعني اللي هنعملها في سيشن لوحديها، هيبقى في لاب كده هنعمله على الاي بي ادريسنج ان شاء الله خلاص، وهناخد مقارنه ما بين اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6، وهتكلم على الفيتشرز اللي فيه، يعني هنتكلم بالتفاصيل شويه، يمكن مش هنشتغل بيه بس لازم تبقى فاهم الكونسبت بتاعه. دي الحاجات اللي احنا يمكن هناخدها ان شاء الله المحاضره الجايه. الموضوع هيبقى شيق جدا، وفي الاخر السبنيتنج ده ممكن ناخده مع الاي بي ادريسنج او ناخده سيشن لوحدي تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا بس موضوع الاو اس اي لير ده وتذاكروه تاني، معلش انا يعني مشيت فيه بسرعه بس انا قلت المحتوى ككل بس قلته بسرعه. انت حاول تشوف الفيديوهات اللي موجوده على النت، في ناس كتير جدا ما شاء الله شارحينه بشكل كويس، ولو عايز الفيديوهات اللي انا شارحها قبل كده في الام سي اس اي والام سي اي تي بي وهكذا هتلاقيها موجوده ان شاء الله على النت، وان شاء الله تستفيد منها. اهم حاجه عندي السيشن دي والاثنين التانيين، سواء عملنا الادرسنج لوحديها او عملنا الادرسنج والسبنيتنج مع بعض، لو فهمت الاثنين سيشن دي يبقى انت على الاقل فاهم بنسبه 30% من الان بلس، لو فهمت بس السيشنز اللي انا بتكلم اللي انا هتكلم فيها في الاول. بعد كده احنا هنتكلم في الكونفيجريشن، هنتكلم في ايه بقى؟ ان انا عندي سيرفيس مثلا دي ان اس، تعالى نعمل لها كونفيجريشن، يلا خد الكوماند رن الكوماند اعمل تيست اشتغلت خلاص زي الفل. بعد كده الدنيا هتبقى سهله، بس انت لازم تبقى فاهم الكونسبت معايا كويس جدا. تمام؟ اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، وسامحوني في الصوره عشان انا يعني تعبان شويه. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.